نعد الناخب العراقي أن نبني دولة مؤسسات نعطي المواطن كهرباء، ماء صالح الشرب، مدارس، مستوصفات، نعتني بالزراعة، نعتني بالصناعة. حان الوقت أن ينفذ، وهو البرنامج الذي يتعلق بالتحسين الاقتصادي والخدمات وتشغيل الأيدي العاطلة عن العمل وتوفير الفرص للجميع وتطوير الزراعة وتشغيل المرأة ورعاية التربية والتعليم. 2013 لن نحتاج إلى مولدات أو شيء من هالقبيل. تلتزم وزارة الكهرباء بتزويد المواطن العراقي بما يحتاجه من الطاقة الكهربائية 24 على 24 ساعة. هذا الذي تقوله؟ نعم، هذا برنامج الحكومة بحلول نهاية عام 2013 كل المحطات المتعاقد عليها والتي هي تحت التنفيذ تكون قد دخلت الخدمة، وهي تكفي لتجهيز المواطنين بكامل حاجتهم من الطاقة الكهربائية. في نهاية عام 2013 سيصل إنتاجنا ليغطي كل حاجتنا ولا بل قد تزيد، فأي شيء زائد بالنتيجة لازم الصدرة. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، وهذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع آراءكم وتعليقاتكم حول المواضيع اللي نطرحها في كل حلقة من حلقات برنامج صوتكم. للمشاركة بالبرنامج تقدرون تتصلون بنا من داخل العراق على واحد من ذني الأرقام الاثنين اللي تشوفوها أسفل الشاشة، فعندكم ذني رقمين تقدرون تدقون علينا بأي لحظة من لحظات البرنامج ونسمع آراءكم. أما من يعيش في دول الخارج، في دول المهجر والأخوة العرب و الأخوة الأجانب يقدرون يتصلون بنا على واحد من ذني الأرقام الاثنين اللي دول الخارج، حتى دول حتى اللي عايشين بالعراق إذا ما قدروا يحصلون على ذني الأرقام يقدر يدق علينا على واحد من ذني أرقام الاثنين. فعندكم ذني أرقام أربعة للاتصال. الرقم اللي يجي رقم الواتساب، إخواني الأعزاء احنا هواي نقول انه هذا الرقم مو للاتصال، هذا الرقم ما أقدر استقبل به رسالة صوتية، هذا الرقم ما أقدر أستقبل به فيديو. أكو هواية رسائل صوتية دا توصلني، أكو هواية مكالمات دا تندق على هذا الرقم، والله ما تبين أدنى أخوي العزيز ولا أو أختي العزيزة ما أقدر أستقبل الاتصال عبر الواتساب. إن ما قدرت تحصلنا على ذنيج الأرقام اكتب لنا رسالة على هالرقم، هاي مكتوبة هنا عبر الرسائل، نقرأ الرسالة مالتك إن شاء الله بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. مشاهدينا الكرام، شفتوا الفيديو اللي ظهر بعد شارة البداية من برنامج صوتكم، الوعود اللي طلع بها نوري المالكي أو الشهرستاني أو العبادي أو عادل عبد المهدي، هم كلهم نطوا وعود، بس هو أطق وعد كان مال كهرباء، هو قال يعني إحنا بال 2013 راح يكون الإنتاج العراقي زائد عن حاجة والفائض راح نصدره، أي بأمارة إنه إحنا ده نشتري من إيران كهرباء، بأمارة أن أكو مناطق عراقية ما بها كهرباء. المهم عفونا من موضوع الكهرباء، هذا مو موضوعنا، موضوعنا هو الوعود. اليوم مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء يتوعد بالقبض على الإرهابيين وفرق الموت، مشيرا إلى أن حكومته ستأتي بالمجرمين واحدا تلو آخر. زين احنا نصدق كلامك لو نصدق اللي شفناه ويا صورك اللي انداست؟ يعني سيقبض على الإرهابيين وفرق الموت. ممكن الأستاذ مصطفى الكاظمي يطلع في توضيح من يقصد بالإرهابيين وفرق الموت؟ هل هي فرق الموت اللي فجرت البارحة من صدق؟ هل هي الميليشيات اللي قصفت بيتها من صدق اللي نعرفهم جيدا؟ هل هي الجهة التي فجرت مثلا مول الكرادة أو ساحة الطيران؟ أو اللي اغتال الناشطين والمتظاهرين واللي دي يحاول يغتالهم الآن، دول راح يشمروها على أحد أو يجيبون واحد مستطرق ويذبوها برأسه. يقول إنه مجرمي الإرهاب والفوضى سيعلمون جيدا أنه لا يوجد غطاء محلي أو إقليمي أو شرعي أو ديني لهم بحسب قولهم. هاي كاظم يقول إنه مجرمين الإرهاب ماكو لهم لا غطاء محلي ولا اقليمي ولا شرعي ولا ديني، انتو كعراقيين ما ردكم على هاي القضية. وايضا هو طبعا راح للبصرة، راح للبصرة دا يشوف مكان التفجير اللي راح ضحيته 12 واحد ما بين قتيل وجريح،
يشير أنه اللجان الحكومية العديدة التي شكلت للتحقيق في قضايا اغتيال الناشطين والصحفيين لم تتوصل إلى نتيجة تذكر، كما لم تتم محاسبة المتورطين بارتكاب هذه الجرائم. هو يذكر يذكر يعني ده نذكر للأخ مصطفى الكاظمي أنه ترى عندك لجان هواية لحد الآن ما وصلنا النتيجة. فوعود الحكومة واحد يوعد الناس برفاهية، واحد يوعد الناس بمواصلات بشكل عمودي، واحد يوعد الناس بخط سريع من البصرة لبغداد خمس سايدات، ما أدري لأوروبا والله ما أدري كان وين يريد يعبر به، واحد يوعد الناس بكهرباء بال2013 تكون 100% واحنا بال2021 والعراق ما بكهرباء نهائيا اصلا. اكو ايام العالم متصلين الناس اللي نشر على اليوتيوب واللي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي ايام تجيهم بها بس ساعتين، ثلاث ايام اربع ايام جايتهم كهرباء بس ساعتين. ابو علي من الناصريه حياك الله يا ابو علي. الله يسعدك اخوي، شلونك حبيبي شلونك مشتاقين عاد نشوفك الله يخلي هاي الاذاعه. حياك الله اخوي. والكادر اللي بيها والموظفين اللي بيها الله يخليهم. حياك الله اخوي تفضل. شوف خلنا خدمتك. خدمنا. تفضل. الكاظمي ما يقدر شوف خلنا حاجة هذا من صار التفجير من صار امس التفجير هذا اجى عمر من نيران. لأن أنا أقول لك إيران عايش علينا جيان الطحينة من ناحية إيران جيان وكل إيران يعني الجبال والجبال يعني هم مثل ما هي أصحاب نبوا راحتهم علينا هم شغلهم الإيرانيين وانقول الدول الإيرانية يقولون المناطق هاي إحنا يعني مثلا النجم وكل هاي المناطق تسمى فيها المفروض فيها هاي الميليشيات يقول هاي همه يعني بصراحه من دول ما كل المخابرات الخامنئي السيد هو مو السيد هذا شيطان هو هذا الخامنئي شيطان ورجل زين من الشيطان يقول هاي الدنيا على همه هذا صار يعني من السيطره فيها يعني هم على العراق بس مو على غير يعني غير وجهي يعني يعني غير شكل عرفت انا اقول الشعب العراقي يقول مظاهرين الى هو الكاظمي بيحض هو الشعب برا زين ابو علي ابو علي انت تقول يعني تقول هاي اوامر من ايران يعني هو من طلع اليوم الكاظمي وزار مكان التفجير بالبصره يقول انه الارهابيين او مجرمي الارهاب والفوضى لا غطاء محلي ولا اقليمي ولا شرعي يعني اذا ذولا جوي مثل ما تقول انت الغطاء المحلي موجود والغطاء الاقليمي موجود والغطاء الشرعي موجود يعني هسه ايش نفتهم هو كذاب يصدق ده يحكي بكيف ايش نفتهم هسه احنا خلنا المسؤول حزب الله على تاتو هذا مو حزب الله هذا تابع ليران هذا هم دولة جماعة حزب الله دولة يقولوا احنا انطب لي انجرة البصة يعني هو تبي شني هم حاطين علامة هم اللي خلوه هم الميليشيات خلوه بس هو هذا تبي شني هذا يضحك على الوادم الكاظم يعني مثل شوف من شان عبد المهدي هم نفيق وجليق وحنا نسوي وحنا من شنو هم هاي شوف بس هم بياناتهم التفاقوا هو شوف الكاظمي الى بيه حاط احنا لو انا احتمره زي الرجل الى هو ساق الميليشيات منه الى ساق الميليشيات هذه وقد هو يسمعني الى ساق الميليشيات ماكو اخويا يعني حتى المقاوم العراقي هو الجيش السابق هو الجيش السابق موجود الجيش السابق تدري شنو المقاوم يعني الجيش السابق موجود يعني هو زين لا بيش ولا بس فلشوا هذول الميليشيات بلشوا
الجيش السابق هو تدري شنو هم الاحتلال الجيش السابق ضرب الطيشزمة يعني هم الجيش السابق يعني وقعوا هم ذول الميليشيات وقعوا سواء يعني غير شكل سواء ارهابي هو جيش فني شيعي سنة وكراد فني بس ذول سوى انا اعتبره سوى اذا هو الكاظم احنا وياه الى الشعب الى الساق على البلاد احنا ايران ما نريد احنا اقول لك احنا شوف احنا الثورات احنا وين ما جال احنا معروفين زين زين احنا نضرب الجيش احنا يعني معروفين زين الزباله والمقوار يعني نطلب الجيش البريطاني يا الحرمه من العراق احنا لا مشينا لايران وهاي اذا هو يقول انا رجال هو السو انا اعتبره احنا وياه شيعه وسنه وياه المقاومه المقاومه تدري شنو قاعده كنا قاعد ببيتي نعم اخويا نعم. واني اسلم على الدول الخليجيه الدول الخليجيه وسلم لهم وسلام لهم يعني الدول الخليجيه شكرا شكرا لك ابو علي. احسان من النجف حياك الله يا احسان. السلام عليكم اخوي. عليكم السلام والرحمه والاكرام اخوي. اخوي من اللي استهدف مدينه البصره بالانفجار اللي حدث في مدينه البصره هي الميليشيات المواليه الى ايران. هذه العبيد اللي مواليه الى ايران هي وراء هذا الانفجارات. وكل الانتقالات اللي حدثت سابقا على ايدي هذه الامهات الاقزام المواليه الى ايران. وبالتعاون مع الجيش الحكومي فاني على ارتكاب نعم. هذه الجرائم الحموجات ضد الانسانيه ضد الابرياء في البصره وفي المدن الاخرى. حتى انقطاع المياه للشرب والمياه لسقن الاراضي كله بسبب هذه الميليشيات الحميله الجباره. وعلى رأسها العبد الشعبي وكل عناصره المجرمين الطغاة المفسدين هم الانفجار في البصرة والتقالات اللي حدثت في المحافظات الأخرى كانت بسبب عناصر وقيادات العبد الشعبي المجرمين الطغاة المفسدين الله بذاتك حد وبالتعاون مع الجيش الحكومي لا يقل عنهم الجيش الحكومي اللي هو أخطر مجرمين حرب هم الله بدعتك يعني حتى معاناة الأبرياء ما زالت تزداد يوما بعد آخر على أيدي الجيش الحكومي وبالتعاون مع الميليشيات العبد الشعبي والميليشيات الأخرى المفسدة. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا لك أخ حسان. أبو سمية من محافظة الأنبار حياك الله يا أبو سمية. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. تحياتي لك أخي ولبرنامجكم. حياك الله أخوي. أخي الكريم بخصوص الوعود التي أطلقوها نعم قسم من الوزراء وقسم من المسؤولين وعلى رأسهم مصطفى الكظمي أخي هذه علامة على الإفلاس. نعم. الذي يفلس ولا يستطيع أن يقدم شيئا في الوقت الحاضر يبدأ بالوعود والوعود قد شبعها الشعب العراقي وقد انتهى دورها وقد صلى عليه الشعب العراقي صلاة الجنازة وكبر عليه 4 تكبيرات منذ 2003 وأنتم تطلقون الوعود ولا نتيجة. هذه قد شبع منها الشعب العراقي. أما وعود الكهرباء يا أخي هناك مداخلة أريد أن أقدمها للحكومة ولوزير الكهرباء بالذات. الكهرباء لا تقل سوف أحل وهناك مشكلة وهناك وسوف وسوف. أسألك سؤالا واحدا هل تريد أن تحل المشكلة أم لا؟ هو لا يريد. الكلام لا يدور حول المشكلة، الكلام يدور حول النية. يا أخي الكريم الحكومة ليس لديها نية صادقة لإصلاح الكهرباء لأنها تمس حياة المواطن مسا مباشرة. فإذا تذبذبت الكهرباء اختلت حياة المواطن وهذا سلمنا به. إذا لعبة سياسية. أما بخصوص وعود الكاظمي بخصوص الاستهداف الإجرامي في مدينة بصرة يا أخي الكريم الكاظمية توعدوا أحزابا وميليشيات تخرج من تحت عباءة الحكومة العراقية بمباركة المشرع الإيراني والحمد لله. هذه الأحزاب التي تتوعدها اليوم يا مصطفى كاظمي
خرجت من عباتك، أليست هي الأحزاب التي حاربت الإرهاب فيما مضى؟ فكيف اليوم تأتي لتتوعد بمحاربتها؟ وهناك مداخلة جميلة أخاطب بها أحزاب السلطة العراقية المباركة وأخاطب الميليشيات التي تدعي في وقت محاربة الإرهاب، هي ترفع شعار محاربة الإرهاب لكنها أوصلت رسالة لنا وهي مفادها أنني أحارب الإرهاب، لكنني عندما أحتاج إلى تحقيق بعض أهدافي قد ألبس عباءة الإرهاب، وهذا أصبح أمرا معروفا ومفضوحا من القلائل يجب أن يفهم أحزابكم التي تدعي حمايتكم والتي تدعي الانتصار لمظلوميتكم من النظام البائد عند الحاجة تلبس عباءة الإرهاب. وختام أخي الكريم، أخاطب الأحزاب العراقية والميليشيات الكرمة المدعشنة، أقول لهم إلى الأمام وأصبح أمركم مفضوحا، وشكرا واحدا. شكرا، شكرا جزيلا لك أخوي العزيز. احنا بس نريد أن نوجه سؤال إلى السادة المشاهدين. مصطفى الكاظمي بالإضافة إلى أنه يشغل منصب رئيس مجلس الوزراء، هو رئيس جهاز المخابرات الوطني، ورئاس جهاز المخابرات الوطني بثلاث مدراء من 2004 لليوم. من 2004 ل 2009 كان محمد الشهواني، ومن 2009 ل 2016 زهير الغرباوي، ومن 16 ل 2021 يعني صار له 5 سنين هو مصطفى الكاظمي. يعني معقوله رئيس جهاز مخابرات وطني اللي هي مهماته هوايه وعلى راسها هو معرفه الارهابيين ومعرفه وجود العمليات، والمفروض ان هم يستبقون اي عمليه تستهدف اي مكان قبل حدوثها، ما يعرف من اللي سوى هذا الشيء؟ هذا السؤال اللي اتمنى تجاوبوني عليه. ابو عراق من الفلوجه، حياك الله. السلام عليكم اخوي العزيز. عليكم السلام والرحمه والاكرام اخوي. احييك واحيي القناه الشريفه العصيبه. حياك الله. ومن خلال هذا المنبر الرحمة والخلود إلى شهداء العراق، وخاصة شهداء البصرة اللي راحوا غدر مثل قبلهم. بالنسبة اليوم سؤالكم حول الوعود، أخوي العزيز الله يخليك، أي وعود هاي؟ أي وعود؟ إذا رأس الهرم نفسه وفات، فكيف تقول ما كيف تروحون يعني؟ يعني ما كافي عاد، ما شبعوا يعني 18 سنة مزقوا العراق، مزقوا الحضارة، مزقوا التربية، يعني لي وين يودونا بعد؟ لي وين؟ ما كافي عاد مصعدهم يعني ما درت غيرة، ما هم يحسون بهاي الناس؟ شنو هاي الفاجعة مال البصرة الأخيرة؟ ليش؟ على شنو هو؟ عمي شغلة هاي بيناتهم أستاذ العزيز الله يخليك، الله وكيلك، التهجير اللي صار بالديالة مقصود، عملية اللي جاي يسمونها مقصودة، تجيب قدم عمي وقال داعش، يعني انت مو احتفلتوا بانتصار داعش؟ يعني جاي تشوفون على العالم انتو اذا تقولون داعش فانتو فاشلين، يعني فاشلين. نعم. كان نعيد ياكم انتم فاشلين بعد انتصاراتكم وينها؟ فاي وعود اخي العزيز، اي وعود؟ يعني احنا نترجى من هيش ناس حراميه سراق قتله ميليشيات عصابات، نترجى من عندهم والله يرفعون الشعب العراقي؟ بس يطلع لك شويه ابو اخوي ابو شيماء ما اريد اتجاوزاني، راح يقول لك ايران شو لها دخل؟ عمي ما عيب عليك يا ابو شيماء، ابو شيماء يعني ما عندك ولا الوطن هذا؟ ما شفت الفاجعه مال البصره؟ ما شفت الفاجعات اللي قبلها مال ساحات النصير؟ يعني لوين انت يا ابو شيماء؟ عقلك لوين؟
ما كافي يا ابو شيماء وغيره. ابو عراق احنا يعني انا بس اريد اسال سؤال بالنسبه الى السياسيين اللي جو يحكمون العراق من 2003 لليوم او يتخيلون نفسهم انهم سياسيين، يعني اكو هوايه حكم عن الوعد والوفاء بالوعد، يعني ما سامعين انه الوعد دين، ما سامعين انه يعني عطاء بدون وعد خير من وعد بدون وفاء. هذين الكلمات كلها مفروض يعني هم يعرفوها، زين ليش هو قاعد دا يوعد الناس باشياء هو ما يقدر يسويها؟ استاذ العزيز الله يخليك، هسه هو من يقعد ويقول لك انا شنت بالمعارضه حط على راسي، انت كنت معارض، يقدر تسوون لنا الاحسن؟ اي معارضه هاي تحكون بها انتم؟ عم سياسيين لولا مو سياسيين لولا سراك، هذا لو سياسي صحيح وعنده ولاء للوطن كان غيرته هزته. يعني هاي اللي جاي يصير المذابح والمجازر، يعني لولا مثل ما ادري شنو من بشر هم، شنو هو من بشر؟ زين انتم ما عندكم روح انسانيه؟ لا تخافون الله، زين باشر رب العزه شو تقولوا له؟ ولكم عيب اسلحوا، ولكم فضحتونا بين الدول، ولكم مزقتوا هالبلد، هذا البلد اللي متروس خيرات، ولكم كافي 18 سنه ما كفاكم؟ عم عرفونا جبتوا لنا اشكال، ماكو شيء ما شوفتوا لنا اياه، عندكم شيء بعد تشوفوا لنا اياه؟ القتيل والتهجير والجوع كلها شوفتوا لنا اياها، عندكم شيء بعد جديد؟ كافي عيني كافي. كافي ترى حبلكم قصير، لأن ما زلكم والله حبلكم قصير. إن شاء الله هالأيام وأنا أستأذنك. شكرا لك أبو عراق. طبعا كل مصيبة تصير بالعراق، تفجير، استهداف، اغتيال، محاولة اغتيال، كل جريمة تصير بالعراق وراها مباشرة تطلع الحكومة، كان من يكون على رأس هذه الحكومة من 2003 حتى هاي اللحظة يشكل لجان. أنا أريد أوجه سؤال للمتصلين، يعني تشكيل اللجان هو مصاريف، لأنه تشكل لجان وتجيب موظفين من أو تجيب ناس من غير جهات أو تجيب من أكثر من جهة حتى تشكل هاي اللجنة، وتعطيهم سيارات وفلوس حتى يتنقلون من هذا المكان إلى هذا المكان إذا تنقلوا طبعا، فهاي مصاريف للدولة، يعني هاي كلها دا تأخذ فلوس من الخزينة العراقية. لو هم يفكرون بطريقة صحيحة ويقللون أو يقننون مصادر هاي اللي دا يصير بالعراق ويحافظون على البلد ويحافظون على دماء الشعب العراقي، راح يصير أكو فائض بالخزينة. طبعاً دا نحكي بالحالة الطبيعية لما ماكو سرقة، فنفكر بزيادة رواتب المتقاعدين، نفكر بتحسين الوضع المعيشي للناس، نفكر بتقديم خدمات أفضل. هم ليش ما دا يفكرون بهاي الشغلة وتصير جرائم ويشكلون لجان والشعب كل شيء ما دا يحصل؟ رياض من أمريكا، حياك الله يا رياض. تحياتي لقناة الرافدين البطلة، حياك الله، تتكلم بكل صوت عراقي شريف ومخلص، وتحياتي للطاقم، حياك الله، تحياتي لك أستاذ عفل، حياك. بالنسبة لهذه المشاكل، ما تنتهي. هذا كان قرار يهودي خليجي بتدمير العراق، ونفذت هذه المهمة هي أمريكا وبريطانيا وبمساندة أوروبا من الأموال، لأن أوروبا هي كلاب بريطانيا وأمريكا، وساعدوا الأمريكان على احتلال العراق هي إيران المجرمة، ودمروا كل شيء. كان حصار على العراق من قبل الأمم المتحدة، حصار جائر، ومع ذلك كان يشتغلون حوالي 1,000,000 عربي في العراق، ولا توجد أي بطالة رغم الحصار. المدارس، الجامعات، الوزارات كلها كانت تشتغل حسب الجدول. فنرجع إلى موضوع التفاح الكاظمي، هو صنيعة إيرانية توجه الأحداث وعينوه في الاستخبارات، وبعد ذلك رئيس الوزراء، وهو حاطيه حشاك مثل الطرطور ليه حلو يربط. بالنسبة لضربة الكاظمي هي مسرحية، قال له اخرج من البيت، احنا راح نضرب البيت مالك وخذ عائلتك. بعد هاي كانت اتفاقية بيناتهم، وهذا يريدون اختالوا سهل، هو يشتغل وياهم. والحل الوحيد يا اخي هو بايد الشعب العراقي. بس اخ رياض بس اذا تسمح لي، نعم اذا تسمح لي، يعني نعم. انت قلت انه مصطفى الكاظمي صنيعه ايرانيه، لكن
الميليشيات المواليه لايران او زعماء الميليشيات المواليه لايران اللي هم متظاهرين اليوم على ابواب المنطقه الخضراء يتهمون انه الكاظمي هو صنيعه امريكيه. لا لا هم طبعا يريدون يغطون على مشاكلهم، هو صنيعه ايرانيه امريكيه بيناتهم، هم اللي جابوه وهم اللي خلوه بالحكم، فاذا يريدون يختالوه سهله دقيقه واحده يوقفوا بس. يعني ايران وامريكا متفقه على دمار هذا البلد وده تجيب لنا هاي الناس هيك افتهم؟ متفقه يعني 100% متفقه على تدمير هذا البلد. نعم يعني حتى الامم المتحده من هذا يجي وتجي يجون ياخذون رواتبهم ويروحون يوم رايحين جايين، فماكو لا امم متحده لا حقوق الانسان، كلها منظمات ارهابيه. حقوق الانسان المنظمات الدوليه هي الامم المتحده اللي دمرت العراق، فهي هاي اللي هي تدمير العراق هي الامم المتحده وحقوق الانسان، فماكو لا حقوق الانسان ولا امم متحده، كلها منظمات ارهابيه. وهذا سؤالي همات لهذا اللي كان يخابركم، هذا بد واحد ايراني عجمي ابن اخوي يشتغل بالحشد الشعبي وهذا مجرم، على طول من يخابركم يظل يلزم ظهر ايران لا اخ رياض يعني احنا يعني ما نريد نجرم احد او نوجه اي تهمه الى اي شخص، كل شخص يتصل بس اسمعني اخوي العزيز بس اسمعني اخوي العزيز، كل شخص يتصل بقناه الرافدين هو حر برايه، انت عندك راي هو عنده راي مخالف الى رايك، اخ شخص ثالث عنده راي مخالف الى رايكم اثنيناتكم، هاي حريه راي، احنا ما نريد نجي ونقول فلان مجرم وفلان هيك يسوي، لان ما نريد نصير مثل الحكومه العراقيه لما واحد يطلع ويقول لا للفساد يقتلوه، لما يطلع واحد يقول لا يكمموا افواهه، لا كل واحد حر برايه اخوي، فما نقبل اي اتهام لاي مواطن. العفو انا قصدي هذا ابو شيماء هو عراقي يعني مغمض عينه ما يباوع على الحوادث من 2003 اللي هي ما يباوع ما يشوف ما عنده ضمير، ضمير نايم ضميره، المفروض يباوع اذا يصير بالشعب العراقي بالدمار بالقتل، لا صناعه لا زراعه لا مي لا كهرباء، يعني وين عايشين؟ حتى افريقيا احسن من عندنا، احنا بلد نفط بلد العلم بلد الثقافه، تروح البريطانيه كلها اساتذه عراقيين بالجامعات البريطانيه يدرسون ودكاتره كلها بريطانيين، تعال بامريكا شوف العراقيين، يعني شعب واعي شعب يعني صار عدد احسن من العالم. نعم اذا اذا نقدر نقدر يعني نقولها بطريقه اخرى اخوي العزيز، نقول انه ابو شيماء اليوم عايش بالعراق ما دا يشوف حال العراقيين اللي دا يصير به، فليش يعني سؤال من الاخ رياض من امريكا لابو شيماء، ليش ابو شيماء يدافع هكذا عن الميليشيات وعما يحصل اليوم في العراق؟ سؤال موجه من الاخ رياض الى الاخ ابو شيماء، لكن كرامة أبو شيماء وهيبة أبو شيماء محفوظة في برنامج صوتكم وأيضا باقي المتصلين. هو إذا عراقي نعم العراق الشريف ما يتكلم، العراق الشريف يباوع إذا يصير، إحنا عراقيين لب واحد، واحد يحب الثاني. كل العراقيين شرفاء أخوي العزيز، شكرا شكرا لك أخوي العزيز، بس عندي اتصال ثاني، شكرا جزيلا لك. محمد من بغداد حياك الله أخوي. انقطاع الاتصال يا محمد من بغداد، اتمنى يرجع لنا مره ثانيه حتى نسمع رايه بالموضوع. يعني اليوم مثلا اللجنه العليا للميثاق الوطني العراقي حملت الميليشيات الولائيه وحكومه كاظم والاجهزه الامنيه مسؤوليه الهجوم اللي صار بمحافظه البصره اللي اسفر عن 12 قتيل وجريح من المدنيين، وقالت في بيان انه هاي الجريمه الارهابيه تحمل بصمات الميليشيات الولائيه واحزابها الاجراميه التي هددت بحرق البلاد والعباد في حال عدم منحها مقاعد برلمانيه ومناصب سياديه، مشيره الى ان الهجوم يحمل رسائل سياسيه واضحه بين المتصارعين على السلطه في العراق اثر فشلهم في الانتخابات الاخيره التي قاطعها الشعب العراقي. اليوم ميليشيات حزب الله اتهمت القوات الامريكيه بالوقوف وراء تفجيرات وهجمات. منو؟ مراد من دياله حياك الله يا مراد. انقطع الاتصال يا مراد، اتمنى يرجع لنا. الميليشيات اتهمت اليوم عفوا ميليشيا حزب الله اتهمت القوات الامريكيه، هسه احنا ايش نفتهم؟ البارحه يقولون الدواعش واحد المتصلين يقول ازلام النظام، وهسه حزب الله يقول القوات الامريكيه، والناشطين يقولون لا الميليشيات الولائية، والحكومة تقول جهات إرهابية تحب تعمل فوضى بالبلد.
زين من المتهم صدق؟ مراد من ديالى رجع لنا، حياك الله يا مراد. حياك الله، شلونك؟ هلا بيك الغالي. الله يسلمك حبيبي الغالي. أنا عسكري أدام وفرقة أولى. نعم. اي فعندي مراشد الوزير الدفاع، انا بال 2014 من 2014 اداوم يعني بلب الداعش اداوم. نعم. وحتى عندي اصابه. فبال 2019 الضباط ظلوا يفرون علي، ظلوا يفرون علي، اخر شيء فصلوني من دوام وقعدوني هسه انا بالبيت. نعم، ليش؟ وانا ما ادري، ما اعرف ليش، شده وياي فدنوب شده وياي. غير اكو سبب ما عرفت شنو هو السبب؟ ماكو كل سبب، جندي، لا عندي سرقه، لا تقول مهمل بواجبي، لا تقول مهمل بشيء، ما عندي اي شيء، ما عندي. شده وياي كود، طلبت من عندهم مساعده، والدتي بالمستشفى، وعندي تقارير صحيه كامله، بس هذا يعني ما عندي اي ذنب. وسنه كامله هم ياكلون براتبي، ولحد الان ما متهم قضيتي. نعم. اي ولحد الان ياكلون براتبي، وقضيتي لحد الان ما متهمها. نعم. ايوه ما ادري هسه هاي مناشده اللي توصلها الوزير الدفاع جمعنان. انت وين كنت اخويا؟ الفرقه الاولى لواء 53 فوج الاول. اتمنى السيد وزير الدفاع سمعك ويجاوبك يا اخ مراد عن قضيتك في الفرقه الاولى. شكرا جزيلا لك اخويا العزيز. اليوم ميليشيا حزب الله تتهم القوات الامريكيه بتفجير البصرة، بس أكو تصريح المقتدى الصدر زعيم التيار الصدري يقول اللي صار بقضاء مخمور بمحافظة نينوى وبمحافظة البصرة من تفجير هو صراع جاري على المقاعد البرلمانية. يعني السيد مقتدى الصدر يقول المتهم في هذا الأمر هم المستفيدين من المقاعد البرلمانية. المستفيدين من المقاعد البرلمانية تعرفون كل زين، هم الكتل والأحزاب اللي رشعوا بالانتخابات. إذن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يقول الأحزاب والكتل السياسية اللي دا تتصارع على نتائج الانتخابات، وأنتوا تعرفون كل زين منو دا يتصارع على نتائج الانتخابات، هم السبب وراء التفجير. يقولوا ما جرى في مخمور من هجوم لداعش والتفجيرات السياسية في البصرة وبعض الاغتيالات من هنا وهناك ينبئ بتأزم الوضع السياسي ولجوء البعض للعنف، وهو ما سيجر البلاد إلى الخطر من أجل بعض المقاعد حسب قوله. احنا هنا إذا نريد نفسر الكلام، ما جرى في مخمور من هجوم لداعش ينبئ بتأزم الوضع السياسي، هل هذا يعني أنه مقتدى الصدر دا يلمح أنه داعش والسياسيين قاعدين على ميز واحد؟ شغلة الأخ، التفجيرات السياسية في البصرة هكذا أطلق عليها من تسمية. إذن التفجير اللي صار البارحة لا هو جهة إرهابية ما حد يعرفها، ولا هو طرف ثالث حسب قول مقتدى الصدر، لأنه تفجير سياسي. فإذن ليش اكو تعتيم على هذا الموضوع؟ اتمنى تجاوبوني. عطوان من بغداد، حياك الله يا عطوان. كيف شلونك؟ هلا بيك الغالي. عاشني شافك رحمه الله وجهك ويحيي اذاعتكم ان شاء الله. انت العايش اخويا. الله يسلمك، انا براعي الاجتماعيه. اي حبيب قلبي اعرفك. عمري 60 سنه. طولت العمر يا رب. بعد الايجار والسيد الوزير الرعايه وقع لي على مال حاسبه طلعتها. نعم. عاجز جدا، قال ترسل للتخفيض. نعم. صار 14 والله. استاذ بلكت ناس الدنيا السيد الوزير. زين هو الوزير كاتب عاجل للتحقيق وهم يعني عاجل جدا استاذ. يعني الوزير همش بهذا الهامش عاجل جدا للتحقيق صح؟ بخط احمر. طيب ورحت الى الو؟ الو وياك اخويا. استاذ رفعت. عمي عطوان اذا تسمعني سؤال. الوزير همش عاجل جدا للتحقيق صح؟ الو 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 اسمعك. هو بخط احمر رحم الله والديك استاذ رفت. السيد الوزير الله يحفظه هو وقع لي والله استاذ حسام. طيب. بده لو وقع طيب لي من وقع انت رحت الى مؤسسه الرعايه لو لا؟
ها؟ رحت وراها الى مؤسسه الرعايه وقلت لهم يابا الوزير همش للرعايه قالوا بوزاره التخطيط، رحت للتخطيط الطابق السابع. ايه استعدت ثلاث بنات فوق الطابق السابع قالوا لهم متى وصل وزاره التخطيط بمنطقه الخضراء؟ نعم. قلت لهم وصل شنو منطقه الخضراء؟ رحت بطابق السابع وصلوني. نعم. قالوا بعد ما جايه مو راشدين الرعايه الاجتماعيه الوزاره. وغلطت حالي وكل اسبوع يقولوا لي كل ثلاثة وكل احد. بس لحظة عمي عطوان لحظة الله يخليك. هو الوزير من همش عاجل جدا للتحقيق، يعني هي اصلا ما واصلة، هم غير ينفذون امر الوزير ويفتحون تحقيق في قضيتك لو لا؟ والله مفاتحيها ضاميها، رح كل ما اروح وشلع قلبي صار 4 أشهر والله. طيب احد دق عليك تليفون او حكى وياك وطالبك بفلوس؟ ما حد، لا والله لا انا ما عندي ولا درهم، حتى كرو ما عندي، اروح للرعايه مشي وارجع مشي والله. طيب اتصلت يعني دورت ورا قضيتك وشفت انه وين وصلت؟ ومره شافوني بنعال قالوا لي انت ليش جاي بنعال؟ يا ابن افسدهم حشاك غندر ورحت ومشكله يعني. نعم. يعني ما عندي ولا درهم. نعم. وشلون اعطيهم فلوس؟ هم ما عندي والله، انا اروح مشي لا احنا بدنا نستفسر، انا ما اقول لهم ما طلبوا منك، بدنا نستفسر بدنا نشوف المعلومات. انا صار لي 3 سنوات انا مش تخابركم. نعم. لعبوا علي لعب والله. نعم. شافوني فقير وما عندي ما اعرف. نعم. وتليفوني يمهم بالهاي مال الحاسبه، تليفوني وعنواني، طلعت الباحثه قامت تبكي خطية علي وانا عمري 60 سنه وقاعد بالايجار والسحب ما عندي. من كل النواحي مسدوده استاذ رافد. نعم. بس تنادي لنا الوزير الصبح يسمعون صوتك سيد. نعم. الوزير ابو الرعايه ما اعرف شنو. نعم 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 نعم. الله يخليك والله انا اشكرك. شكرا 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 جزيلا. عمي عطوان، مناشده من الاخ عطوان بخصوص الرعايه الاجتماعيه، يقول انا عندي تهميش على ملف قضيتي من الوزير بضروره التحقيق العاجل بشان القضيه وراتبه في الرعايه الاجتماعيه. لكن انا اريد اسال سؤال، اذا هو وزير ما محترم يا موظفي صدق، يعني واحد من يجيب توقيع وزير مهمش، الوزير يابا هذا الوزير همش، غير الموظف من يشيله ويشوف الوزير مهمش يركض بيها يبلش بيها، على الأقل يخاف من القلم الأحمر المهمش. فأنا أريد أسأل سؤال إلى الحكومة العراقية، يعني موظفيكم حاطيكم سكند هاند حائط نصيص بالوزارة أنتم مثلا؟ فأتمنى أنه يجيبون الأخ عطوان حول هذه القضية. نرجع إلى تصريح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يقول أنا أدعو إلى حصر السلاح بيد الدولة وحل جميع الميليشيات، بس هو ما ذكر سرايا السلام انه راح يحلها لو لا. فاحنا نريد نسال سؤال، اتمنى انه يوضح مقتدى الصدر شنو قصده بحل الميليشيات ومن هي. اضافه الى ذلك، اكو واحد طلع قبل كم يوم وقال اللي حل حشد نكسر راسه، ايش راح اسوي وياه؟ عنده قناه اسمها الولاء. زيد من الديوانيه، حياك الله يا زيد. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. أنا شخبارك. هلا بيك يا الغالي. أنا عندي مداخلة صغيرة، أنا من الديوانية من الجنوب. حياك الله أخويا. يعني إحنا جاي نقول الحشيد وجاي نقول المضارجة، بس أريد أسأل سؤال. نعم. بعد ما انتهى النظام السابق، إحنا نقول انتهى. نعم. واللي توفى لأجل بعد يوم رب العالم نقول الله يرحمه والعاقل يفتهم. نعم. بس ليش كل هاي السنين ما قدروا يسوون نظام ذاك النظام؟ نعم. يلا مو يحجون بالاخلاقيات ويحجون بالعدل وهاي، يلا يسوون. وينهم؟ ايش حصلنا من عدم هاي صار كم سنه؟ ايش حصلنا؟ مو يحجون بالعدل؟ هاي مظاهرات جاي تنكدر، العالم جاي تتدمر، ما يفكرون بالفقير. أخ زيد، همام حمود يقول أنتم عايشين بديمقراطية ما حد عايش مثلها بالشعوب والعالم كلها، لأنه أنتم تقدرون تسألون أي برلمان إيش قد راتبك. همام حمودي هو همام الجناح الإلكتوري، هو همام حمودي وين كان بذاك النظام؟ لا هو يقصد انه هم هسه يعني ما له علاقه بذاك النظام، انت قلت هو كلمه. هو يفكر على روحه للعلم، هو صحيح من يقصد على روحه، لأنه هو اصلا فقر
واجى اكو مثل مين عاد يقول شاف ما شاف. نعم. هو مقابل كان فقر وهسه شاف الفلوس فما يحس بالخير. انت تعرف انت تعرف اكو عراقيين ياكلون تكرم من الزبايل هاي اللي هاي المكان يذبون تكرم بيضاء نسوان وزعاطير. يلا ما يجي هو مو لابس عمامه رسول الله انا لا عاتب فيه عن الجنب يلا ما يجي شوف. لا اخ زيد احنا هنا ما نريد نفرق لا لا بين طائفه وطائفه ولا بين قوميه وقوميه لكن لكن يعني انت وجهت سؤال اتمنى انه احد السياسيين اذا كان يتابع البرنامج يطلع ويجاوب على تساؤل الاخ زيد انه ليش كل هالسنين ما قدروا يسوون نظام؟ ما يقدرون انا جاي اقول لك ما يقدرون. ليش؟ لان اللي يحكمونا مو خشواد مع احترامي للزينين ها يا هم منهم اللي يحكمونا الايرانيين الامريكيين الصهيونيين ما احنا منو يحكمنا يعني حد ما حد يعرف يطلعون الايرانيين يقولون امر بغداد بدينا يطلعون الامريكان يقولون امر بغداد بدينا يطلعون السياسيين يقول امر بغداد بدينا انا راح اسولف لك ساده نعم واتخذ هاي قولتهم هاي قبل كنا نسمع من ابهاتنا اللي بالحرب الايرانيه الحرب العراقيه ضد ايران نعم لان هذا شيء واقع لا تصدق ايران يحب العراقي ولا تصدق امريكي يعني انا احكي على الحكومات والسياسيين لا تصدق سياسي يحب العراقي ولا تصدق امريكي يحب العراقي ولا تصدق عربي يحب العراقي هاي العالم كله عايشين بخيرات العراق لا بهاي يعني احنا شفنا الشعوب العربيه وفترينا الاخوه العرب الأخوة العرب والأشقاء العرب ودول العرب قلبا وقالبا يعني خلينا نكون بعيدين عن هاي القضية لأنه العرب هم عرب فمن الخليج حتى المحيط صدقني كلهم ويا العراقي بس لا بالنسبة لي إيران وأمريكا ما يحبون أنا ما داعش على إيران أنا قلت لك العرب لا العرب أنا ما جاي أقول لك كلهم أنا أقصد مقصود أنت تعرف شو المقصود العالم تعرفه ما أقول لك دول عربية لا بالعكس الأردن ويانا السعودية ويانا الإمارات ويانا بس أكو غير دول مو ويانا نعم شكرا جزيلا لك أخ زيد نرجع ونقول أنه كافة الشعوب العربية وكافة الدول العربية وكافة الدول العربية الشقيقة هي إخوان أو هم أخوان بالنسبة إلى العراقيين والعراقيين هم أخوان لهم فإحنا ما نفرق مثل ما نفرق بين طائفة وطائفة داخل الشعب العراقي ما راح نفرق بين عربي وعربي لأنه نرجع إلى سياسات الاستعمار اللي قسمت الدول العربية إلى دويلات أو إلى دول لأنه ما كانت أكو حدود ما بين الدول العربية لكن اليوم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من طلع وصرح هذا التصريح هو بالضبط فتح الستار أمام الشعب العراقي وقال لهم تفجير البصرة سياسي وقال لهم اللي دا يصير مخمور اللي يستفاد منه السياسيين وقال لهم هواية أمور أنا أريد أوجه سؤال قبل ما أختم الحلقة سؤال أوجهه إلى الشعب العراقي لأنه هواية أسئلة وجهناها إلى العملية السياسية والسياسيين لا جاوبونا ولا داروا لها بال وهواية أسئلة متصلين سألوها للسياسيين لا جاوبوا ولا داروا بال احنا نريد نوجه سؤال إلى شعبنا العراقي هل تتوقعون أنه هؤلاء اللي جايين يحكمون هذا البلد أو يسرقون هذا البلد اللي كان يتمنى في يوم من الأيام أنه يعيش الحياة اللي عايشها هو اليوم واللي كانوا في دول المهجر أيام ما كانوا هم معارضة عايشين على المساعدات هل تتخيلون أنه هؤلاء من يتمسك بجنسيته الثانية أو الثالثة راح يحب العراق ويدافع عنه أتمنى تجاوبوني عليه بحلقات أخرى نلتقيكم على خير إن شاء الله بنفس الموعد بحلقة جديدة من برنامج صوتكم بإذن الله يوم الجمعة في أمان الله